بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن هذه الأمة شرفت شرفا عظيما ونالت أجرا كبيرا بهذه الليلة المباركة، ليلة القدر. هذه الليلة التي هي أشرف الليالي على الإطلاق، التي هي خير من ألف شهر، والتي هي الليلة المباركة كما سماها الله تبارك وتعالى. هذه الليلة التي عظمها الله عز وجل وأنزل فيها القرآن. هذه الليلة التي تتنزل فيها الملائكة والروح من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة التي من قدم فيها عملا صالحا من صلاة أو قيام أو صدقة أو ذكر أو قراءة أو غير ذلك من الأعمال الصالحات، فإن هذه العبادة هي أفضل من العبادة في ألف شهر، أي في ألف يعني 83 وبضعة أشهر، ركعتان تركعهما أو جزءا من القرآن تقرأه أو صدقة تتصدق بها أو اعتكافا تعتكفه في هذه الليلة، يكون فضلها أكثر من فضل عبادة 83 عاما وبضعة أشهر، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هي ليلة سلام وأمن وأمان، وتنزل الملائكة وتنزل الرحمات، يقدر الله عز وجل فيها الأرزاق، ويقدر فيها ما يقضيه في العام كله، ما يكتبه على عباده بل على الكون كله يقدره في هذه الليلة. فمن اغتنم هذه الليلة وقامها واحتسابا لوجه الله تبارك وتعالى متبتلا إلى الله عز وجل بها، فإنه قد فاز فوزا عظيما ونال خيرا كثيرا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني كل سيئاته وكل مساوئه التي كان قد ارتكبها هذه الليلة تكفرها. بل يزاد على ذلك أن العبادة فيها هي أفضل من عبادة مثلها ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فكيف إذا كان في كل سنة يدرك الإنسان ليلة القدر فيقومها ويتهجد فيها ويصلي لله فيها ويختم القرآن فيها؟ كل ذلك هذا من فضل الله على هذه الأمة خاصة، لم يكن ذلك لأحد من الأمم، وإنما هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يتقاصر أعمارها، فعوضها الله عز وجل بهذه الليلة لتكون جابرة لتلك الأعمار القصيرة بهذه الأعمال القليلة ولكنها كثيرة وعظيمة عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قامها واغتنمها بالعبادة إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا من العائدين إلى مثل هذه الليلة وإلى أمثالها سنين بعد سنين وعاما بعد عام مع العفو والمغفرة والرضوان، وأن يجمع شمل الأمة الإسلامية ويوحد صفها، وأن يرحم الإنسانية كلها بأن يرفع عنها الشرور والحروب والأذى، وأن يرفع عنها الوباء بمنه وكرمه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.